ومشاهدينا حتى نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ومن الناحية الدينية تحديدا. ويانا اليوم الداعية الإسلامي الشيخ حسين البرزنشي. نورت حرير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. تسمعنا؟ فضيلة الشيخ صوت واضح؟ للأسف الصوت ما كان واصل لفضيلة الشيخ، إن شاء الله نصلح المشكلة ونرجع نتناول الموضوع من الجانب الديني. أما من بشكل عام يعني المخدرات، أكيد إحنا كنا سامعين بشكل أو بآخر عنها بأنواعها بتفاصيلها بأمورها، وللأسف كنا نعرف أنه هي شقد مضرة على الصحة وعلى كل شيء، لكن احنا نحتاج اليوم انه نفهم اكثر بحيث انه نقدر نوعي المجتمع بشكل اكبر. واعتقد الضيف صار جاهز ويانا. مساء الخير عليك فضيلة الشيخ، تسمعنا؟ مساء الخير عليك فضيلة الشيخ حسين، تسمعنا؟ ما أعرف الصوت واصل إليك أو لا. خير عليكم وعلى الضيفات العزيزات معك. يسعد مساءك. أهلا وسهلا أوقاتك. بداية شيخنا، أنا حابة أعرف أنه شنو الحكم الشرعي للمخدرات؟ نعم. طيب نرجع بعدين. طيب. نتحدث ويا فضيلة الشيخ بعد ما يتحسن الصوت. أكيد احكي لنا دكتورة، ايش رأيك بموضوع المخدرات؟ هو أكيد المخدرات يعني دكتورة بنيا نفسي أول البداية، خلي يكون يعني أفضل حتى تكون نصاحة أكثر يعني للمجتمع وللأفراد ان شاء الله. هو احنا اليوم راح ناخذه من الجانب النفسي وناخذه من الجانب الديني وناخذه من الجانب القانوني، لكن بدايه خلينا نحكي عنها بشكل عام. يعني المخدرات اكيد المخدرات لها انواع هوايه، ويمكن احنا اكثر شيء شايفيها بالافلام، يعني شلون الاشخاص يبدون يتعاطوها ويبدون مره وبعدين يصيرون مدمنين عليها من مره او مرتين. هوايه من الاشخاص ما يعرفون هذا الشيء، يجربون انه يلا هي مره وهي ما اعرف شنو هي كذا وخلي اجرب هذا الاحساس بالنشوه اكيد، لكن هي للاسف ممكن من جرع بسيطه الانسان يدمن عليها ويتعود عليها وتتدمر كل حياته من كل النواحي، صحيا واجتماعيا، اذا هو طالب، اذا هو متزوج، عاطفيا صحته تنتهي ومناعته تضعف وكل شيء بيتدمر. طبعا هم يبدوها ليش المراهقين؟ لانه حكم الفضول عندهم يكون كلش عالي، فيحبون يجربون شيء جديد. هذا الشيء الجديد اللي راح يجربوه هو مو جيجاره دا تجربوها ونفس نفسين وراح ينتهي الموضوع، يعني حتى الجيجاره ادمانها خطر على الصحه، كيف اذا كانت مخدرات؟ ليش احنا دائما نقول الاهل دائما خليكم وراء اولادكم؟ اكو علامات تبين عليهم من ينطوي، من ينعزل، من مثلا وجهه يتغير لونه، الهالات تصير مو طبيعيه، الولد لو تجي مثلا طاقه كلش كبيره، انتم ما تعرفون اسبابه، لو تشوفوا كلش كسلان، هاي كلها علامات خطيره تخص ابنائنا، فلازم دائما ننصح من المدارس، من اذا يطلعون بجروبات ويا ناس ما نعرفهم كاولاد، كسفرات، كمجتمع، بصراحه لان الدنيا صارت ما تنحزر سجا، والاولاد نخاف عليهم، لانه احنا بدنا نشوف اكو مخطط كلش كبير ليستخدموه ذول التجار، اكو في الطريقه معينه للترويج له، يعني يمكن حتى احنا بعقلنا ما نتخيلها. صح سرى، طبعا اكيد هي الاسباب اللي تؤدي الى ادمان الفرد هي كثير، طبعا هي المواضيع خلينا نقول اساسيه انه تبدي من العائله، ودائما انه مثلا عدم مراقبه ابنائهم، مثلا الاب والام يكون دائما مشغولين، عدم الحوار، عدم التوجيه، عدم المراقبه بكل الامور، وان كان ثانويه وان كان كليه وان وصل كذا مرحله، انا لازم دائما انه اني ابقى دائما انه اني اراقبه كل تصرفاته، صديق السوء اللي يكون وياه، اصدقاء منه، ويا منو دا يطلع، وين اي مكان دا يقعد، اي مطعم دا ياكل، ويا منو دا يلتقي، هاي كلها يعني هاي كل هاي الامور ضروري انه الاب والام بدايه انه اليوم انا ابني اريد احرص عليه، اليوم انا اريد ابني ما اخلي انه يمشي، خلينا نقول انه الطريق خطا او طريق سيء، انا ضروري انه اراقب ابني اوجهه. ثانيا احنا دا نشوف انه الفقر والجهل اللي دي بالاونه الاخيره دا يصير، طبعا هو هذا الموضوع انتشر بالاونه الاخيره، يعني سابقا ما كان هذا الانتشار القوي،
بس سبب الجهل اللي دا يصير حاليا بالاسر يعني وبالعوائل وبين الابناء، جهل وفقر وكل هاي. طبعا هاي تؤدي الفقر لمن؟ تؤدي الى انه راح ياخذ صديق سوء او شخص انه بس هذه المره جرب، راح يجرب اكيد بعد ما يجرب مره راح يقول شنو انا ارتاحت وكذا. هي كثير من الاعراض انه هي اللي تخلي الانسان راح يجرب مره ثانيه ويجرب مره ثالثه، كل ما يصير عصب البيت كل ما واحد راح يحكي وين راح يتجه، راح يتجه هذا الاتجاه. فضروري انه كل اب وكل ام يراقب اولاده وان كان حتى ان وصل الى مرحله. طبعا كثير من العوائل اللي تدمرت على فكره، يعني احنا ما نحكي على فئه مخصصه او عمر مخصص، يعني اكو زوج يعني انه دمر عائلته. يعني انا اعرف انه اكو شخص بحيث كان يضرب مرته ويؤذيها ويقعد الصبح ثاني يوم او بعد يومين يعني يلقى مرته ببيت اهلها ما يعرف يعني ليش ضرب، شنو ليش زعلانه، منو دزج، زين انت مأذيها مخرب وجهها بكذا موضوع. يعني احنا هذا الموضوع نشوف احنا ما نقول انه حسب، يعني ماكو تطلع ماكو احنا بدنا نحس هذا الموضوع انه عيب فماكو احد يطلع عليه، بس ضروري انه كل يعني ربة بيت او يعني ام او اب انه ضروري يعرف شنو هاي الاعراض. لان انا هسه الصراحه انا ما اعرف هذا انه هذا دا يتعاطى وما دا يتعاطى، بس اليوم انا ضروري اعرف الاعراض. الاعراض مثلا من اشوف واحد دا يتصرف تصرفات غير اراديه، اثنين بعدين انا ارجع اشوف مثل ما نشوف الاعراض انه عيونه حمر، كسل عنده يصير، الطاقه مالته كلش تنزل. فبهاي الحاله انا اليوم اراقب ابني، اراقب وين حتى وين كان متزوج، من اشوفه اليوم يسوي مشاكل بعائلته اجي احكي وياه، اعرض الطبيب. على فكره ترى ما بيها شيء اليوم اني من اكون مصاب او مدمن على كذا موضوع او اروح الدكتوره اعالج نفسي، بالعكس هذا الشيء يعني طبعا هو هذا اكيد صحي. طبعا الادمان احنا منين يجي مثل ما تحدثنا، مو بس الفقر والجهل، كثير من العوائل اللي تكون غنيه وثريه بسبب التبذير وعدم الحساب، والتبذير هاي احنا نعتبره فاحشه طبعا، انه ما يحاسب ابنه وينطيه كذا مبلغ وهاي، فهاي الفلوس وين راح يوديها؟ اكيد راح انه يروح الى طريق ثاني، هو طريق المخدرات وطريق الادمان والاصدقاء والسفر وهاي المواضيع كلها. يعني موضوع يسحب موضوع، موضوع يسحب موضوع الى ان يوصل الى مرحله الادمان. بهاي الحاله انت من راح تجين تلقين ابنك انه كلش مدمن واصل الى مرحله الياس، انت ما راح تقدرين شيء. انت من البدايه اخلي اسس، اخلي توجيه. اليوم اذا انا ما اقدر اوجه الاب يوجه، اليوم اراقب. يعني انا اليوم مو الا اسوي مشاكل او انه اني اضغط، اكو توجيه، ماما هذا خطا هذا صح، يصير حوار بالعائله بنفس الوقت. فهي كل هاي الامور طبعا هي خلينا نكون واقعيين انه كلها تبدي من العائله، اساس العائله الاب والام. اليوم الاب اذا وجه، الاب اذا راقب، انت اولادك راح يكونون خلينا نقول تربيه انه كامله، او ما راح يوصل الى هذا الموضوع. ثاني احنا موضوع الادمان اليوم مالتنا احنا لو يعني نتحدث به المخدرات، كثير من العوائل تدمرت حتى يوصل الموضوع انه بالاونه الاخيره بدنا نشوف اب يقتل ابنه، ابنه يعني عمره سنتين او ثلاث سنوات، او بدنا نشوف انه ام تشمر ابنها من كذا مكان. على فكره انه هاي المواضيع سابقا ما كانت تصير، بالاونه الاخيره دا تصير لان الكل تتعاطى. تتعاطى يعني على فكره انه انا قبل فتره هم يعني عرفت موضوع انه احد صديقاتي انه كانت تاخذ علاج مال اعصاب. دكتوره تعرفين بهاي الموضوع انه دائما نفسيته تتعب وكذا، انه ياخذ علاج انه تهدئه او ينام او يسترخي. فبسبب هاي المواضيع يعني العلاجات اللي كانت تاخذها انه ادت انه تعرفت على احد الصديقات وصارت مدمنه بهذا الموضوع.